يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا، احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. ده بقى اوردر مرايات العيد ان شاء الله، دي اللطقم الفلات، تمام. جايبه مصريه وجايبه تركي وجايبه ساده مصريه. انا بحب اقص الشغل كله مره واحده صراحه. جايبه ما شاء الله فوق 20 طقم، فبحب اقص الشغل كله. قفلت بقى الملايات كلها اهو، وبعدها الخدديات والمخدات ورا بعض، تمام. وعامله كمان فلات وعامله باستيك، يعني بس انا قفلت الفلات الاول وبعدها بعمل الاستيك. نوع الاستيك عندكم اصلا على القناه منزله القص والخياطه بتاعته. الفلات انا بتني ال4 جوانب بتاعتها، وباجي عند اخر كل زاوية بنزل بالابرة وابدأ الف القماشة واخيط بقية الجنب التاني، تمام. انا بس مسرعة على الفيديو، طبعا الكلام ده واخد اكتر من كده بكتير، بس انا مسرعة على الفيديو. بصي يا حبيبتي، عشان تظبطي مواعيد شغلك اصلا مع بيتك، حاولي على قد ما تقدري ان انت تصحي بدري. لو ولادك مثلا نايمين كده، ظبطي شقتك، ظبطي الدنيا بتاعتك، قصي شغلك، خيطي لو المكنة مثلا بعيد عن الولاد وهم نايمين، يعني دي وهم نايمين دي فرصة ما تتعوضش، يعني بتبقى احسن وقت ان هم ان انتي تخلصي تنجزي وقت، يعني تنجزي شغل كمية شغل فيه. وكل ما تكوني مبكرة بدري، كل ما هتلاقي نفسك اصلا خلصتي بدري بدري، وخلصتي شقتك وبيتك واليوم معاكي لسه طويل، وانتي ممكن تكوني خلصتي. لو مش هتقدري مثلا تقعدي تعملي كمية مرة واحدة، ان شاء الله يا ستي كل يوم طقم، اخطفي لك طقم كده اعمليه وخلصيه كله من اوله لاخره، هتلاقي نفسك يعني عرفتي تشتغلي. في ناس كتيرة جدا تقول لك انتوا ازاي بتنظموا وقتكم مع الشغل، فانت حاولي تبدري بدري. كل ما تصحي بدري، كل ما هتلاقي نفسك خلصتي بدري، وكمان فديتي ان انت تعملي شقتك وتعملي اكلك ومواعينك وغسيلك والفرح اللي ما بيخلصش عندنا كلنا كل يوم ده، تمام. فانت تحاولي تنظمي وقتك في كده. قصي مثلا، جايبة قماش، قصي وظبطي كل طقم حاجته مثلا من جواه، وقعدي لك قفلي بقى زي ما تلاقي الوقت معاكي. لو عرفتي تقفلي طقم طقمين تلاتة، يعني على قد ما ربنا يقدرك اعملي، تمام. ده بالنسبة للوقت. بالنسبة للناس اللي هما بيشحنوا قماش، في ناس بتشحن قماش، في احمد جلال، في عماد، في الشيخ مصطفى، في كذا حد فيهم، وجودي في لمسة المفروشات، في حد تاني، في اللي هو اسم الجروب بتاعها الورق البردي، تمام. كل الناس دي عندهم شحن. ده بالنسبة للقماش وفي ناس عندها اللي هو الشنط بتاعت التغليف والكراتين الفل والخيوط والحاجات دي، وبركة خيط برضو مدام ولاء عندها، وفي مدام ربابي ومياد زوجة لهلوبة برضو عندها برضو قماش اللي هو العمرية، وعندها حاجات تانية هي في اكتوبر، تمام. ده بالنسبة لو حد عايز رقم يعني حد معين منهم يبعتلي، ده رقمي اللي على الشاشة، ابعتولي خاص على الواتس وهبعتلكوا رقم يعني اي حد منهم بقى حسب ما انتوا عايزين، تمام. بالنسبة لو حد عايز اطقم سواء جملة او قطاعي، متاح ان شاء الله في شحن لأي مكان. بالنسبة للشحن المحافظات بيبقى في دفع يعني المبلغ قبليها، قبل ما بسلم للشركة بيتحول المبلغ على فودافون كاش او اتصالات كاش عامة، بتحولي المبلغ بتاع الاوردر عليه، وبعد كده بتصوري لي ان انت حولتي، وتاني يوم بشحلك. داخل القاهرة بنظبطها مع بعض، لو المسافة بعيدة وبرضه هضطر ان انا ابعت مع شركة شحنة هيبقى نفس النظام بتاعت المحافظات.
لو ان هو قريب مني، انا في الشيخ زايد، لو قريب مني عادي ببعت لك مع مندوب خاص مثلا، وبتستلمي وبتدفعي وقت الاستلام. هي بس الفكرة كلها في التحويل، ان الشركة